عسلامة مسيو. مرحبا بيك. عايش بوبيك أكثر، قدم لنا روحك. كنت مورال شعبان، لقيت بلاد أفوكا. إيه. أسكو في تونس. مرحبا بيك. مرحبا بيك مسيو، اخترت باش تحكي معنا اليوم في موضوع بخصوص الأفارقة جنوب الصحراء. والله الأفارقة جنوب الصحراء كارثة وظاهرة جات جديدة لتونس ما كناش نتصوروها. هما موجودين من قبل الحقيقة، أما العنف والمشاكل تكاثفوا وزادوا بالأخص في ولاية صفاقس. حتى جماعة الصفاقسية تشكاوا منهم ياسر، ولاو يعملوا في البركاجات، ولاو يسرقوا، ولاو يعملوا تجاوزات قانونية، ومنهم ثلاث جرائم صارت في ريانا وفي صفاقس زوز تو. وبصراحة إذا باش تقتلوا مكة، الدولة التونسية تقتلوا مكة باش يتبداو باش تولي مشاكل كبيرة ياسر، حتى في العاصمة ما عادش ولايات تولي تولي حرب اهليه ولا حاجه. في بالك بمجيئهم لتونس العاصمه ولا لا؟ نعم. في بالك بمجيئهم لتونس العاصمه ولا لا؟ اي مجيء لتونس العاصمه هذه حدث البارح مثلا ولا حاجه. اي معناها باش تقول هذه باش تكثف المشاكل ياسر، باش تولي اكثر، خاطر السكان في تونس العاصمه اكثر. معناها المفروض احنا كسلطه لازم تقف الموضوع هذا، على خاطر يتجاوزونا هذوما باش تقع كارثه كبيره في البلاد. احنا بخاص عندنا كما نقولوا الاقتصاد نتاعنا موش هو، زيد المواد الغذائيه ناقصه، الخبز، الزيت، الطماطم وكذا. شنو هو الحل اللي تنجم تلقاه السلطات في الموضوع هذا؟ السلطات لازم تاخذ قرار، كونه مثلا اللي عنده اوراق وعنده عمل هنا ممكن نجم يكون عنده اقامه ويتبعوه زادا، واللي ما عندوش اوراق ما عندوش نجم يعملوا له هجره لبلاده، خاطر لازمهم يخرجوا لبلادهم، يرجع من اين من اين من اين اتوا، خاطر بصراحه بتكثر المشاكل ياسر بتقعد هكا. وماذا بينا نحاولوا باش نلفتوا انتباه للسلطات باش الى متى بتقعد هكا المشاكل، بتولي حتى في الصفاقس وتولي مشاكل وتولي في العاصمه وتولي في كل ولايه، واحنا ما كناش احنا بخيارنا نقعد حتى مسكين بنفسنا، حتى نشوفوا اقتصادنا وحتى نشوفوا المواد الغذائيه نتاعنا، كل باش يزاحمونا فيهم بسهولة كارثه كبيره. هل انت كيف المواطنين اللي يروا انه وجود الافارقه في تونس سبب غلاء المقدره الشرائيه وسبب البطاله؟ هو البطاله لا محال في تونس، احنا كتونس عن البطاله بكثره. مش خليهم من عن الهجرة ياسر توا أكثر وتوا أكثر من قبل توا أكثر، مع أن الأفارقة هذوما باش يزاحموا معناها حتى في العمل، باش تولي الهجرة تولي أكثر، على خاطر تولي الشباب ما عادش يلقى روحه خبزته في تونس، باش تولي مثلا يخرجوه من برا، يمشيوا يولي يحب يخرج إيطاليا، يحب يقول ما عنديش خدمة هنا، خاطر كي يجي يمشي يخدم على أي تاجر ولا أي معناها كما نقولوا شيف ولا حاجة ولا رئيس مدير معمل ولا حاجه، ما عادش يجي يخدموه، خاطر علاش؟ يقول لك افارقه يخلص في 10,000 او 15,000، وهذا كتونسي يخلص في شي 25,000 ما يساعدوش ولا 30,000. يولي يتجه الافارقه. وهذيك هي اللي بتكمل بطاره بتتفاقم باش تزيد اكثر. يعني معناها ماذا بينا نلتفتوا للحظه هذيا بالاخص. وان شاء الله زينه تونس، خاطر الغالب وصلنا احنا الحاله دي مش عاديه. ولو يعملوا حتى البركاجات ولا حتى الامن البلاد ولا عاش. هل صاروا مشاكل من نوع هذا قدامك مسيو؟ والله مبدئيا انا من نكون واقعي ما صارش قدامي مشكله، لكن ريتهم كانوا متفاقمين في وسط العاصمه زاد من قبل، حتى من امس من قبل، خاطر كانوا يتاجروا حتى في التجارة هنا في الفريق وكذا، قاعدين يتاجروا يبيعوا كذا وشنو، وهذا المواطنين بصراحة قاعدين يتشكاوا. طب أنا حتى الشخصية بالأخص ما فهمتش علاش يتكاثروا، كما قال الرئيس علاش يتكاثروا في صفاقس، ما فهمتش شنو صفاقس فيها. متوفر العمل يمكن؟ لا، فما مش أسباب، واحد يجي حي الشخصية حتى يقوى خدمة لهم هما، ويدوا عنده بطالة وعنده بطالة بالشخصية. أي. معناها المفروض أما الأجر اللي يتلقاه الإفريقي أقل برشا من الأجر اللي يتلقاه التونسي.
هو أجر يتلقاه يعني هو ينجم يلقى خدمة فيسا ويقوم بخدمة خطر الأجر أدنى. بالنسبة للسياق التونسي التونسي يفقد الفرصة متاعه في العمل يفقد الفرصة بتبيعها ويولي ما عادش ينجم يخدم ويولي زاحم ويولي وكان في غناء على ذلك كان في غناء على ذلك خطر علاش كانت التوانسة بتوانسة تولون عند أفارقة معقول هكا يعني مساهمين في نسبة البطالة ترى هكا ولا مساهمين في البطالة وبالنسبة للاقتصاد زادة وبالنسبة للمعيشة على خاطر باش يزاحموك في المعيشة بكل شيء المواد كل المواد الغذائية احنا مزيد الزيت والريح كل ناقص باش ينقص مش حاجة والله انا ان شاء الله استغرب من الموضوع هذا ان شاء الله تحسن ان شاء الله الامور تليقف ان شاء الله السلطات يقفوا لهم ان شاء الله السلطة تقفلهم. شنو القرار اللي تنجم تتخذه الدولة في خصوص الأفارقة جنوب الصحراء؟ بالنسبة للي عندهم أوراق يقعدوا في البلاد ويتلاقوا بهم ويحيطوا بهم ويتبعوهم وكذا واللي ما عندهمش أوراق يجموا يتجهوا لبلادهم يرحلوا من بلادهم هذا مرة أنا عش كان يرى السلطة حاجة أخرى أمور أخرى تجاوزني أما المفروض هكا بيان سور ما فماش حل غير الترحيل الترحيل هكا هو ماشي خاطر خير الترحيل ما عندكش ما عندك خيار اخر عندكم اوراق وعندهم كذا يتبعوهم ويخليهم يخدموا اللي ما عندهمش اوراق هنا وكذا ولا يقراوا هنا صبا اما من يقرا مش هنا وما يخدموش هنا اش قاعدين يعملوا بالبلاد البلاد ناقصه هي مش المفروض يتلاقوا بهم يحيطوا بهم يتبعوهم يعملوا كنترول وان شاء الله تبع الامور تمشي على احسن ما يراد. وشنو هو الحل للحد من العنف مسيو معناها من طرف الافارقه؟ العنف، العنف هما قانون يطبق على الناس الكل سواء افارقه سواء تونسي، عمل تجاوز قانون لازم يتعاقب مهما يكون حالات. حتى اللي بيساقس الجريمه اللي وقعت وقفوهم. وقفوهم وفما اللي قاعدين يتبعوا فيهم. سلطت. ان شاء الله. هما جزائريه جزائريين ما قبلهمش عارفوا خاطر الاول تونس خاطر علاش علاش قبلناهم علاش وقبلناهم في شكليه صغيره يا اخي وتكثروا حتى من الكراوات ولا يكريوا لهم في تونس اللي يكري له واحد يجي من غدوه يجي 10 من الناس معقول مش معقول ان شاء الله تتحسن عايش كان خلي لك الكلمة الأخيرة إن شاء الله تونس تكون على أحسن ما يرى وإن شاء الله نقفوا لبلادنا وإن شاء الله شبابنا يلقى العمل كما يحب هو وإن شاء الله تلامذة كما يتخرجوا من المدارس ومن الكليات والواحد إن شاء الله يلقاو المنهج نتاعهم شكراً.